أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد مناسبة إحياء ذكرى أساس الثورة 14 جانفي 2011 أنه من الواجب القيام بإصلاحات والاستجابة لمطالب الشباب اللي قام بالثورة، كما شدد على وجوب تشغيل الشباب والقيام بإصلاحات عديدة في أغلب المجالات. هذا وأقر رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالفشل في تحقيق أهداف الثورة الاقتصادية والاجتماعية، كما حدد أسباب الفشل هذا وطرح الحلول المتمثلة أساسا في تسريع نسق الإصلاحات الضرورية بما يمكن من تجسيد أولوية حكومة الوحدة الوطنية والمتمثلة في التشغيل وتحرير الطاقات والنهوض بالجهات الداخلية. ومن جهة أخرى كشف رئيس الحكومة على المكتسبات اللي حققتها تونس في مجال الانتقال الديمقراطي.